تنبض بصدري بدل قلبي الهموم، تسري بعروقي لواهي السموم. تنبض بصدري بدل قلبي الهموم، تسري بعروقي لواهي العطر. ردي يا زينب لنا نور الفجر، لنا نور الفجر. تتكتم في داخلي صرخ ألم، ضاع دربي والأمل أصبح وهم. تتكتم في داخلي صرخة ألم، ضاع دربي والأمل أصبح وهم. ضيعوني ولا أنا تهت الطريق، ودروني لا صديق ولا رفيق. ضيعوني ودروني لا صديق ولا رفيق، ودروني لا صديق ولا رفيق. يا براتنا يا روح العطر، ردي يا زينب لنا نور الفجر، لنا نور الفجر. مع الشجون في دروب الليل وحدي والسكون، الشقيق بدنيتي دمع الشجون. كل شي يسأل يسأل من أكون، أصرخ من اللي أنا بليل الجنون، أنا بليل الجنون. يا يا روح العطر، ردي يا زينب لنا نور الفجر، لنا نور الفجر، لنا نور الفجر. حنان أرجوك اهدي اهدي. كيف اهدى يا عيسى؟ كيف اهدى ونظرات أحمد أخوي تقول بأني أنا المسؤولة بضيع زينب؟ أنت مالك ذنب؟ أرجوش يا حنان، راعي نفسك وراعي الجنين اللي في بطنك. أنا أرجوك يا عيسى، أرجوك روح دور على زينب، حاول تشوفها، سوي اللي تقدر عليه، أرجوك جيب لي زينب بس، أرجوك. زين زين خلاص هدي نفسك، أنت بدور عليها كثر ما أقدر. زين يا حبيبتي يا زينب، انت وينك الحين؟ تعالي يا زينب، تعالي يا زينب، ارجوك تعالي. Thank you.
سيدي، ما في أي أثر للطفلة المفقودة. يعني وين راحت بنتي؟ وين؟ اهدى يا أخ أحمد، اهدى. دورتوا زيد؟ نعم سيدي، وبعدين المكان تحت صعب كثير بسبب المطر وتكون الطين والوحل. هذا شو يعني؟ يعني إنه لازم نطلب المساعدة، مثل ما عارفين الظروف صعبة والخوف الأكبر إذا نزل الوادي. يعني بنتي تروح على الفاضي؟ أنا مقدر الظروف اللي أنت فيها أخ أحمد، ومن مثل حالتك معذور. الأخ عيسى الحين قدروا ترجعوا البيت؟ لا، أنا ما أقدر أرجع البيت، ما ممكن. نحن ما بنتخلى عنك يا أخ أحمد، وبنواصل البحث عن بنتك. الحين تقدر تروح البيت، ونحن بنطلب المساندة، وبقية من أفراد الشرطة إن شاء الله راحين يستأنفوا البحث. كيف أقدر أرجع البيت؟ كيف أرجع البيت؟ وحد الله يا أحمد يا أخوي، وحد الله، وبنتك إن شاء الله زينب بيحصلوها. الأخ عيسى، إن أمكن تجيبون لنا صورة للطفلة. إن شاء الله. أستأذن أنا. طيب أحسن. يلا يا أحمد، قوم خلينا نروح، وباكر الصبح بنجي ندور عليه، وأنا واثق إن بنحصلها. لا عيسى، ما بروح، ما أقدر. قوم يا أحمد، قوم، استهدى بالله، قوم. قوم يا أحمد. وحد الله، راحت زينب. راحت زينب. زينب ما راحت، وبترجع ان شاء الله. ترجع، تعال تعال. زينب الحين بترجع ان شاء الله. زينب بترجع يا امجد، زينب بترجع. يلا روح داخل، يلا فهد، قم يا امجد، قم روح داخل. بلغ جميع الجهات المعنية واعطيهم اي معلومات يطلبونها منك. حاضر سيدي. ريت زينب، ريت بنتي،
ريت زينب، ريت بنتي، ريت ترجعولي بنتي، ريت ترجعولي بنتي، ريت ترجعولي ترجعيلي بنتي، رجعيلي 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 زينب، رجعيلي رجعيلي حبيبتي. شدة وزول إن شاء الله. إن شاء الله. أتمنى إني أطلع أروح أدور على زينب. يا ليت، يا ليت يا عيسى، يا ليت. بس وين بتروح تدور عليها؟ أتمنى إني أحصلها علشان أطمن أمها وأطمنكم كلكم. أمل، أنت ما محتاجة شيء؟ مثل إيش يعني؟ أي شيء، يعني فلوس مثلاً. لا شكراً، عندي كفاية. بس أنا عرفت أنك طالبة حقك من الميراث، قلت يمكن محتاجة. هذا وقت، هذا وقت الحين يا عيسى، يعني أنت ما شايف المصايب اللي نحن فيها الحين؟ وبعدين موضوع الميراث ليش يوترك وقلقك؟ أبداً، لا موترني ولا قلقني، بس أنا قلت يمكن أنت محتاجة وعرض لك خدمتي.
ايوه رايت سيد. في اخبار جديده عن زينب؟ ساعدونا ارجوك ارجوك. أنا ما أقدر أروح معك بالبيت. لكن يا أحمد عيسى خذ معك أمل وروح البيت، أنا وحنان بننتظر هنا. أيوة أحمد. طيب. ردي مرحبا. مالها؟ ايش صار لها؟ يلا جاي جاي جاي.
وين رايح؟ رجعني الوادي. لا يا نبيلة، انت لازم تروحي البيت وترتاحي. انت لا تكلميني، انت لا تكلميني. نبيلة هدي هدي. انت اللي غلطتي زينة. استغفر الله. نبيلة انت ايش تقولي؟ انام خلاص خليها. احمد زينب كانت عندي. زينب كانت عندي. استغفر الله. يا Thank you.
تنبض بصدري بدل قلبي الهموم تسري بعروقي لواهي السموم تنبض بصدري بدل قلبي الهموم تسري بعروقي لواهي داخلي صرخة ألم ضاع دربي والأمل أصبح أهم تكتم في داخلي صرخة ألم ضاع دربي والأمل أصبح أهم ضيعوني ولا أنا تهت الطريق يروني لا صديقون أرفي ضيعوني ولنا تهت الطريق ودروني لا صديقون أرفي ودروني أصرخ من اللي أنا بليل الجنون أنا بليل الجنون يا براتنا يا روح العطر ردي يا زينب لنا نور الفجر لنا نور الفجر